احنا راح نوريكم طريقه تاع التقطاع تاع الكبش تاع العيد كما جرت العاده في كل عام. انا بالعاني ما حبيتش نقيه لهنايا، خاطرش نورمالمون حنايا في الخدمه تاعنا لازم يكون منقي مليح لهنايا، هنا فيه الشحم. انا بالعاني خليته هكذا باش على اساس الخروف تاع العيد يكون هكذا، باش نوري المشاهد الكريم كل حاجه كيفاش ينحيها. هنا كاين فراغ بين هذا بين الكتف ولي كوتلات والضلوع، هنا كي نحطو هكذا ها شوف كاين فراغ هكذا. طريقة واحدة مع الكتف اليمنى والكتف اليمنى هاي ليك، نحيوه لهنا هكذا. ها هنا عندنا في الحانوت نحيوها، هذه نحيوها، هذه نحيوها ها. وعندنا هنايا هنا دوك مفصل، ومن بعد كي نحوها نجيو لهنا المفصل، هذا المفصل هاي تخرج شغل لهنا هكذا فوق الطابله، نحي له هادو ويا هادو نحيهم منهم هكذا. شتي الكوتليته هادي الاولانيه، هذه نحطوا الموس معاها هكذا ونروحوا ونزيدوا منا هكذا كيف كيف، ونحطوا معاها لاكوط هادية حتى الاخر لهنا. هنا كي نحطوا معاها من بعد ها شغل المفصل برك ها ها مفصل هذا جيكو نخلوه لهنا. هادية لي كوتلات، حنا الاكثريه يحصلوا في لي كوتلات، لي كوتلات اللي يجيهم صعيب باش يقطعوهم. حنا ما دابينا شغل يشوف المشاهد الكريم معنا مليح كيفاش يقطع، هي بالك العام هذا ما يجيبهاش العام الجاي يجيبها اللي موراه بالك. هاي كيفاش هكذا بالعقل برك دوكا ها نحيوا احنا هكذا. انا هنا انا هكذا نقيهم في الباطوار هكذا، انا ماذا بيا ديشي هذا ما يكونش ما نجيبوش هكذا. وانا بالعاني خليت هذا هكذا باش كيجي للمشاهد خاطرش في العيد يخرج لهم هما هكذا. نحيو هذه الجهه ها، هذه تكون لي رونيون فيه وتكون الاخر تاعو فيه هكذا، هادو نحطهم الجهه هكذا يخرج الفيلي صافي. دوك هنايا عندنا مفصل هذا الفيلي، هادو جي قوات حنا نقسموه منا هكذا، نحيوهم على هكذا نحيوهم على زوج. هنايا هذه العظمه لازم تنشق على اثنين، هاي لك شغل كما نقولوا حنا ماشي شغل قروش ماشي الاخر. ومن بعد نقسموا هاد الزعكه الديل تاعو نقسموه على اثنين ها هاي ها كيفاش يخرج. بون باش نفسروا للناس باش نعاودوا لهم من جديد، هذا الفيلي هذا هو هذا، هذه الرقبه، هادو لي كوتلات، هذا جيغو وهذا الكتف. لي دوكا الحال سخون تخليه يخسر، ماذا بينا مع العشيه قاعدك كيما نقولوا حنا مع جهه السبعه تاع العشيه ولا سته تاع العشيه يقطعوا يقطعوا يقدر اسمح لي يقدر يقطعوا هكذا على اربعه ويخليه كيما راهي دوك هنا حنا هكذا يقطعوا، ماشي يقطعوا مورسوات صغار، يقدر يقطعوا على اربعه ويحطوا في الفريجيدار هكذا كيما نقولوا حنا مورسوات هكذا يقطعوها هكذا ويحطوا في الفريجيدار. المهم يقعد ينشف. نوريكم كيفاش نقطعوا الرقبه. الرقبه حنا هنايا حنا نقطعوا لا مويان كيما نقولوا حنا ان دوا، وكي نقطعوها ماذا بينا شوف المشاهد الكريم حنا ماذا بينا الضربه تكون ضربه قويه كي تكون هنا في الوسط، ما تكونش هنا تجي الضربه فابله على هنا خاطرش راهي قريبه ليدك، تكون الضربه حنا جينا نقطعوا هكذا. بون حنا كاين العظمه هنا وعظمه هنا، شغل هادو عظمات. حنا كي نحطوا الموس نحطوه منا هكذا في اللحم، هذه اللحم هنا في الوسط، حنا نضربوه هنايا وين كاين اللحمه، نديروا الطريق لهنا وين كاين اللحم هكذا. هادو لي كوتلات هكذا.
روحوا للكتف. هذه وحدة، هذه اثنين، هنا كاين مفصل. هنا نقدروا ما نستعملوش المزبرة، نقطعوه بالموس. هنا هاولي نقطعوها بالموس. هنا هاولي نحيولوا هذه العظمة برك هكذا. دوك نقطعوه موايان هكذا. هنا هنا كاين زوج عظمات في الجيكو، كاين زوج عظمات، كاين عظمة الأولانية هذه والعظمة الدوزيام. هنا لو كان نقطع هكذا راح هذه نفسدها وتخرج تخرج مفتة. هنا نقطعو هنا نقطعوها بهذه كما نقولوا احنا بالامام، الجزء الامامي تاع المزبرة نقطعو هذه، ومن بعد نكملو بالموس، نكملو بالموس هكذا، ومن بعد هنا نقطعو بهذه. ها شفت كيفاش تخرج؟ هذا تقطع تعجيل. حلاوة العيد هذا هو، ماذا بينا يقطعوا في الدار وما يروحش يدير طوابير عند البوشي. وبارك الله فيكم وعيدكم مبارك ونعمتكم بخير إن شاء الله.